بس ما في خلاف. لا ما في خلاف، بس بدي اقول لك شغله، بدي اوضح لك شغله، انه انا كنت ناطر الكونترا اللي يكون كمان يعني له قيمته، وهذا اللي صار معي مع المولى برودكشن، يعني على راسهم الاستاذ علي المولى اللي هو صانع النجوم، الاستاذ صابر رباعي، كاظم الساهر. فهذا اللي كنت ناطره، الكونترا اللي كنت ناطره، ما كنت بدي اعمل كونترا هيك حيالله، وهذا اللي صار الحمد لله. هلا رح نشوف شو هو الكونترا ان شاء الله. وائل كفوري يحصل على اغنيه من سمير صفير، والاغنيه كان قد اختارها سعد رمضان قبلا. لك هي اللي صارت، شو صار بالضبط؟ ما كنت لإلي، ورجع سمير صفير اخذها واعطاها ل، لا بس انت كنت سمعها ومنقيها. كنت سامعها، لا ما كنت منقيها، هيدا اللي صار. ليش صار هيك؟ انه كنا بوقتها نقيت الغنيه وكل شيء على اساس بدنا ناخذها هيك. اجاني كونترا مع شركه معينه، اجاني كونترا على اساس انه بدنا نمضي معهم، شو بدهم يعملوا مشاورات بينهم وبين ستار سيستم. اللي صار قلت انه انا ما في اجي اقعد هلا ادفع حق اغنيه واشتريها وارجع على شركه انتاج ما بدها اياها، بكون كبيتهم على الفاضي، مزبوط ولا لا؟ قلت بنمضي الكونترا وبشوفوا اذا عجبتهم الاغنيه، عجبتهم ما عجبتهم بيكون. ضيعنا وقت 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 لوقت ما قلت بدي هيدي الاغنيه، انا رجعت دقيت له استاذ سمير، قلت له بدي هاي الاغنيه، قال لي من يومين راحت لوائل كفوري. والله رفقوا فيها. يعني انت كانت عجبتك الاغنيه؟ انا كانت عجبتني، بس وقفت فتره شي ست اشهر تقريبا. ما بس يعني ما كنت لا شاريها ولا شيء؟ لا لا ما كنت لا شاريها ولا شيء، كنت يعني كنت حاببها انا على اساس كنت بدي اخذها وهيك. اوكي، شفت شو منيح تكون بلعلقه، لانه مكتوب هو عاده انه مكتوب هو انه اكيد محرف شيء بال، لا انه الاغنيه انت كنت دافع لا لا جزء لا لا من حقها، لا لا اكيد لا، لا اغنيه سمعها وعجبتك مزبوط، سمعها وعجبتك نزلت الاغنيه ولا لا بصوت لا وائل؟ لا لا بعد ما اكيد اكيد ان شاء الله يوفي فيها حتكسر الدنيا. ما رح تقول اسمها؟ لا اكيد لا، بدها هو بدي اقول والفول. والدة سعد رمضان شاركت في برنامج ليالي لبنان في زمن المخرج مكرم حنوش، وحصلت على الميدالية الذهبية، وانتقلت إلى مصر، وأعطاها حلمي بكر أربع ألحان، ولقبها بوتر الكمان. مزهور. الموهبة وراثية الهيئة. وراثية. وراثية. قلت لك أنا تعلمت كثير قصص من والدتي، يعني بعد هلا بترندح بالبيت. والدتي كثير بتحب الفن وبتحب الغناء. بس الموهبة اللي مش ناوية ترجع أبدا. لا كأول فترة بدي ثبت حالي كاسم سعد رمضان. يعني بس ليثبت اسم سعد رمضان صار في اعمل كي كذا شغلة. انا برأيي ما في، والانسان اجمالا مش لازم يحمل كذا بطيخة بيد وحدة. يركز على شغلة، هلا عم ركز على قصة انه يبين سعد رمضان هيدا ستيله، هيدا كذا. بعدين صرت الدويتو، بعدين التمثيل، بعدين كثير قصص. بس قريبة جدا، يعني قريبة جدا، يمكن ما ساقبت لانه اول شيء ما كان في شركة انتاج، هلا عن جديد صار في شركة انتاج. واللي صار هلا انه هلا ما في مناسبة. معقول عيد الام؟ ايه اكيد عيد الام فكرة كثير واردة. اوكي، بعد ان صرح مرات عدة ان لا احد من الطلاب الذين انفصلوا عن ستار سيستم قد نجح، سعد رمضان ينفصل عن الشركة لينتقل الى شركة اخرى. انت قايل بمقابلات انه ما حدا بينجح اذا انفصل عن ستار سيستم. هلا هي ما هي، هو اللي بده ينجح حينجح ان كان بستار سيستم او برات ستار سيستم. بس هي الشغله اللي انا كنت بوقتها عم بقول لك عنها، انه ستار سيستم عندها خبرتها مع ستار اكاديمي كثير، مع طلاب ستار اكاديمي اكثر من غيرهم، عرفت كيف؟ يعني صاروا حافظين وحافظين شو بدهم حافظين، بس بتوصل لمرحله خلص ستار سيستم. ليه انا يعني انفصلت عن ستار سيستم؟ لانه كان انتاج انا علي، عرفت كيف؟ هن اداره، فالانتاج علي. بالنهايه ما فيك، يعني ماني ابن شيء وزير او شيء، عرفت كيف؟ يعني بالنهايه بدك 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 مصروف للفن، لتعمل اغاني، لتعمل هيك، بدك شركه انتاج. وشغله ثانيه اللي هي يعني هلا هن بس هن شو وظيفتهم؟ هن كانت اداره اعمال بس، يعني الانتاج اول غنيه انتاجي من كل شيء، ثاني غنيه كمان انتاجي. فبتوصل لمرحله خلص ما بقى فيك، بدك شركه انتاج. واللي كنت عم دبش عليه اكثر انا انه مش انه انفصل عن ستار سيستم لاروح محل يلا شركه انتاج، هيدا اللي صار انا، وهيدا اللي اول غنيه انعرض علي كذا شركه انتاج ما يعني رفضتها، ما قلت خليني انا ادفع هلا وبعدين احسن ما اجي، يعني اللي بنيته ينهد هيك. طيب وكيف كيف صار الانفصال؟ بس لحتى نقول للعالم، لان صار حبيا صار في ديل، صار في ديل بيناتنا وصارت حبيا، وانا يعني لحد هلا بعد على علاقه مع اصحاب الشركه بعدني امين بوجه تحيه كثير كبيره، وريكو ورفيق وكلهم يعني، وناجي بحبهم كثير. وبعدني لحد هلا قلت لك بفتره اول ما ظهرت لهلا لهم فضل كثير كبير علي،
بس ما في خلاف. لا ما في خلاف، بس بدي اقول لك شغله، بدي اوضح لك شغله، انه انا كنت ناطر الكونترا اللي يكون كمان يعني له قيمته، وهذا اللي صار معي مع المولى برودكشن، يعني على راسه الاستاذ علي المولى اللي هو صانع النجوم، الاستاذ صابر رباعي، كاظم الساهر. فهذا اللي كنت ناطره، الكونترا اللي كنت ناطره، ما كنت بدي اعمل كونترا هيك حيلا، وهذا اللي صار الحمد لله. هلا رح نشوف شو هو الكونترا ان شاء الله. وائل كفوري يحصل على اغنيه من سمير صفير، والاغنيه كان قد اختارها سعد رمضان قبلا. لك هي اللي صارت. شو صار بالضبط؟ ما كنت لإلي، ورجع سمير صفير اخذها واعطاها ل... لا بس انت كنت سمعها ومنقيها. كنت سامعها، لا ما كنت منقيها، هيدا اللي صار. ليش صار هيك؟ انه كنا بوقتها نقيت الغنيه وكل شيء على اساس بدنا ناخذها هيك. اجاني كونترا. ايه. مع شركه معينه، اجاني كونترا على اساس انه بدنا نمضي معهم، شو بدهم يعملوا مشاورات بينهم وبين ستار سيستم. اللي صار قلت انه انا ما في اجي اقعد هلا ادفع حق اغنيه واشتريها وارجع على شركه انتاج ما بدها اياها، اكون كبيتهم على الفاضي، مزبوط ولا لا؟ قلت بنمضي الكونترا وبشوف اذا عجبتهم الاغنيه عجبتهم، ما عجبتهم بيكون. ضيعنا وقت 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 لوقت ما قلت بدي هيدي الاغنيه، انا رجعت دقيت له استاذ سمير قلت له بدي هاي الاغنيه، قال لي من يومين راحت لوائل كفوري. والله رفقوا فيها. يعني انت كانت عجبتك الاغنيه؟ انا كانت عجبتني بس وقفت فتره شي ست اشهر تقريبا. ما بس يعني ما كنت لا شرية ولا شيء. لا ما كنت لا شرية ولا شيء، كنت يعني كنت حاببها انا على اساس كنت بدي اخذها هيك. اوكي شفت شو منيح تكون بلعلقة، لانه مكتوب هو عادة انه مكتوب هو انه اكيد محرف شيء بال لا انه الاغنية انت كنت دافع جزء لا لا من حقها اكيد لا. لا اغنية سمعها وعجبتها مظبوط سمعها وعجبتها نزلت الاغنية ولا لا بصوت وائل؟ لا بعد لا. اكيد اكيد ان شاء الله يوفق فيها حتكسر الدنيا ان شاء الله. ما راح تقول اسمها؟ لا اكيد لا بدها هو بدولة والفول. والدة سعد رمضان شاركت في برنامج ليالي لبنان في زمن المخرج مكرم حنوش وحصلت على الميدالية الذهبية وانتقلت إلى مصر، وأعطاها حلمي بكر أربع ألحان ولقبها بوتر الكمان. مزلوب. الموهبة وراثية الهيئة. وراثية. قلت لك أنا تعلمت كثير قصص من والدتي، يعني بعدها هلا بترندح بالبيت. والدتي كثير بتحب الفن وبتحب الغنى. بس الموهبة اللي مش ناوية ترجع أبداً.